السلام عليكم احبابي احباب القلب، مرحبا بكم في قناة وصفات اسمر. اليوم جبت لكم ليزابات تاع المطاعم بزاف بنينة وهايلة وخطورة المذاق دايما كاينة. وهذه المرة ليزابات تاعي بنينة 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 بزاف كثر من اللي تاكلوها في المطاعم. ننصحكم انكم تجربوها وترجعوا لي بالخبر، وباذن الله راح تعجبكم بزاف بزاف. راح نوريكم حتى طريقة كيفاش تنقيوها وتبداوها من الالف حتى الياء. بسم الله على بركة الله. هنايا انا تجهيت ليزابا، اشتريت تقريبا طلة نتاع ليزابا. كما نعرفوا ليزابا انها فيها الفيتامينات، وبالاخص اللي ياكلوها الاصحاب اللي عندهم الانيميا واللي عنده هي فقر الدم. اول شيء هي نقول ليزابا تاعنا كما تعرفوا تجي احيانا تجي هكذا كما راكم تشوفوا بالفضلات تاعها، يعني ماشي منقيه كامل. اول شيء هنا راح نبدا واش نخدم الكبده، وهذيك القلوبه الكبده هذيك واش لازم نحولها المراره تاعها، المراره اللي في هذيك الخضره هذيك. الا ترتقت المراره على الكبده راح من بعد تولي ليزابا تاعنا تجينا في البنه تاعها مره. وكما راكم تشوفوا هنا القلب راح نحيلوا الغشاء نتاعو، نحيلوا الاوعيه هذيك الدمويه اللي فيه لداخل حتى من الداخل، نقسمو على اثنين ونحيلوا الشحمه اللي فيه الزايده. كما راكم تشوفوا راح نقوها كامل هذيك ليزابات تاعنا. راح نوريكم على طريقه المطاعم وتجيكم بزاف بنينه وهايله. نقوا ليزابات تاعنا مليح مليح، يعني من الشوائب وهذيك الكتله تاع الدم اللي قاعده في وسط القلب. دوكا راح نروحوا للحوصله، ولا كاين اللي يسموها الكنزه. هنا الكنزه كاين بزاف اللي ما يعرفوش يطيبوها، وتجيهم كي حتى في الطياب تاعها تجي تغزغز وتجي شغل يابسه. راح نوريكم الطريقه كيفاش طيبوها وتجيكم بزاف هايله وتجي طريه ما شاء الله. هنا واش راح ندير في الكنزه تاعي هذيك ولا الحوصله، راح نحيل الشحمه اللي دايره عليها كامل من برا، ونفتحها على اثنين ونحيلها الحوصله الدخلانيه لداخل. هذيك الحوصله اللي فيها لداخل كما يقولوا تاكل الدجاجه، تاكل الاكل تاعها، فيها شعير ولا فيها قمح وفيها تلقى فيها حتى التراب. يعني نعرفوا انه التراب يساعد الدجاج باش على طريقه الهضم. كاين وحده جاب لها راجلها هكذا ليزابا وطيبتها كيما راهي، قال لها واش درتي؟ قالت له انت جبت لي ليزابا محشيه. يعني للفكهه فقط. هنا راني كملت ليزابا تاعي، راح نغسلوها. هنا راح نرمي هذيك الفضلات الزايده حشاكم، نرميها في سله المهملات. ومن جهه اخرى نغسل ليزابا تاعي، نغسلهم مليح مليح، غسلتهم بالملح والخل باش نحلي الريحه تاع السفوريه اللي فيها لداخل. ورايحين واش نديروا هنايا، تبعوا الخطوه مليح. شفتوا هذيك الكنزه اللي كنت نقيتها، يعني هذيك الحوصله هذيك راح نحطها تتغلى لمده تقريب حتى من ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. نخليها تتغلى مليح مليح، يعني غسلتهم مليح بالملح والخل باش تنحلوا هذيك الريحه، وشلتهم واحد زوج شليلات وثلاثه، شللتهم واحد زوج مرات وثلاثه ولا نشلل فيهم باش تنظف مليح. والكبده هذيك راح نقسمها الى، يعني كل جزء نقسمه على ثلاثه ولا على اربعه باش تتقطع الى قطع صغيره، ما نخليهاش كما راكم تشوفوا فيها هكذاك كبيره، نخليها بجانب. ومن بعد واش راح نديروا دوكا، راح باش نخدموا الدرسه تاعنا تاع ليزابا. هنا تبدا العمليه. انا جبت تقريبا راس تاع الثوم، راس تاع الثوم، وراح ندقوا يعني نهرسوه. هنا في المطاعم هما هنا حبيت نديرها غير اشتطحة ليزابا تجي بنينة هكذا، لكن في المطاعم يزيدوا لها البصل على انه عندهم كي تكون كونتيتي كبيرة ما يقدروش يخدموا غير بالثوم وحده لانه راح يكلفهم. ولكن كي تكون خدمة تاع الدار برك تقدر ديروا غير الثوم وحده، ولكن في المطاعم انهم يزيدوا لها حبة بصل تكون مسكرفجة ولا مرحية. وهنا واش راح نزيد، راح نزيد كذلك حبه طماطم تكون متوسطه، تكون طيبه يعني طيبه مليح حمراء مليح، وسكرفجتها بسكرفاج ولا ترحوها كما تحبوا نتوما، وزدتها معاهم في الطنجره تاعي. راح ندير شويه فلفل الكحل، تبعوا مليح لي زيبيس فلفل الكحل، وراح ندير شويه تاع الملح. الملح دائما هو اللي بنى الماكله تاعنا تجي بنينه ما شاء الله. راح ندير هنا شويه تاع زيت الزيتون، وندير شويه زيت الزيت العاديه. انتم ما تحبوش زيت الزيتون تقدروا تستغناو عليها، ولكن انا حبيت ندير زيت الزيتون باش تكون صحيه اكثر. درت شويه فلفل عكري يعني على خاطر لاصوص تاعها تكون حمراء وتكون شتتها. هنا اللي يحب الحار يقدر يدق لها الحار. درت شويه كمون، ودرت راس الحانوت اللي يكون يعني فيه الفلفل العكري يجي احمر بتاع الصوص الحمراء. وهنا واش راح نديروا، هذه شتو ليزابا بعد ما ضبط لي راهي طريه ما شاء الله، دخلها الطياب. الوقت اللي يدخلها الطياب نحيها ونقطعها الى قطع صغيره كما راكم تشوفوا فيها، باش من بعد تجي هايله في الصحن تاعنا في صحن التقديم وتجي ما شاء الله وبالخف الطيب. وهنا قلت لكم اللي يحب الحار
يزيد يدير معها فلفل، فلفله تاع قناه وهذيك الفلفله الصغيره الحاره، يدقها مع الثوم ويديرها، واللي ما يحبش الحار يستغنى عليه تماما. راح نحطه يتقلى، يتقلى على النار هاديه حتى يتقلى، يتقلى الثوم، يتقلى هذيك الزابه ولا الكنزه تاعنا ولا الحوصله، تتقلى كل شيء مع بعض مع التوابل ولي زيبيس حتى يتقلاو مليح مليح. انا هنايا الماء اللي غليت فيه الزابه تاعي ولا الحوصله هذيك ما رميتوش، خليته بجيد. راح نقول لكم علاه. شوفوا هنا بعد ما خلت لي مليح مليح، شفتوا ذاك الماء اللي قلت لكم عليه اللي ما رميتوش، رايحين نجيبوه ونمرقوا به الزابه تاعنا، على خاطر هذيك الماء فيه البنه تاع الزابه ولا البنه تاع الفوائد تاع هذيك الكنزه او الحوصله، باش ما نرموهاش تروح خساره هكذاك، وما من البنه تاعو تقعد فيه، يعني راح نمرقوا به هذيك الخليط نتاعنا تاع الثوم والطماطم والتوابل اللي فيها كمون، فيها ملح، فيها الفلفل الاكري، وفيها حتى راس الحانوت، وفيها كذلك الفلفل الكحل، ونخلطوا كامل مع بعضهم وخلوه يتقلى على النار تكون متوسطه. راح ندير هنا كيف كيف هذا الحمص راهو طايب، يعني مغلي وطايب. اذا حبيتوا كذلك تزيدوا حتى من متى الحمص اللي غليتوا فيه تزيدوه معهم هنايا، وتخلوه يطيب براحته، يعني يغلي، يبدا يغلي. النار ما تقولش بزاف باش ماشي مش بس ما يعني ما تقولش النار بزاف، يعني غير تكون فوق المتوسط. وهنا حزيت طماطم، مغرف تاع طماطم مصبره، مغرف تاع ماكله طماطم مصبره معمره مليح، ونخليها باش تحصلوا على الشطحه تاعنا ما شاء الله. هنا الحمص يعني درته طيب، على خاطر كل شيء راهو طيب، الحوصله تاعنا راهي طايبه، الحمص راهو طايب، والثوم والطماطم بالخف يطيبوا. ومهم يغلاو غير غليه هذاك شويه، تغلاو مليح. الوقت اللي تغلاو مليح راح نزيدوا الكبده تاعنا هذيك مع القلوبه اللي قسمتهم على اثنين، والكبده اللي كنت قطعتها كذلك، ونحطهم يتغلوا غير شويه باش نعرفوا الكبده ما عندهاش الروح، يعني بالخف الطيب، ونطفيو عليها. وهنا تكون الزابه تاعنا راهي واجده وخالصه. واش نقول لكم خاوتي خياتي، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا تاع نهار اليوم، الزابه تاع المطاعم بزاف بنينه وهايله، خطوره المذاق دائما كاينه. واش نقول لكم خاوتي خياتي، ما تنساوش تهبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر. ما تنساوناش بالاعجاب والبارطاج والتعليقات تاعكم، هذوك الشابين اللي وصلوني دائما، ان شاء الله ربي يخليكم ليا ان شاء الله، متتبعي الاوفياء. واللي راهم جدد في معايا في القناه، نقول لكم قناتكم مرحبا بكم، اي وصفه حبيتوها خلوها لي في اسفل ولا في التعليق لتحت، راح نجاوبكم عليها ولا نود لكم عليها وصفه. تهلاو في روحتكم، سلام.